أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قرأت للشيخ محمد بن عتيق رحمه الله أنه قال: توصف الدار بأنها دار إسلام إذا تحقق بها إحدى ثلاث: إما أن يكون حاكمها مسلم، أو يكون غالبية أهلها مسلمون، أو أن يدخلها جيش المسلمين. والسؤال: كيف تكون الدار دار إسلام وليس بها مسلم إلا واحد وهو حاكمها؟ الضابط في هذا المشتهر عند علماء الدعوة في هذه البلاد أن دار الإسلام هي التي تحكم بالشريعة، أن يكون الحكم فيها بالشريعة، هذه هي دار الإسلام. أما إذا كان يحكم فيها بغير الشريعة فليست دار الإسلام، وإن كان فيها مسلمون. نعم.